من طرائف ما جاء في المزاح. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية يحدث أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال خالد بن صفوان للفرزدقي وكان يمازحه: ما أنت يا أبا فراس بالذي لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن؟ قال: ولا أنت يا أبا صفوان بالذي قالت فيه الفتاة لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعن حماد بن زيد عن غالب أنه سأل ابن سيرين عن هشام بن حسان، فقال له: توفي البارحة، أما شعرت؟ فجزع واسترجع. فلما رأى ابن سيرين جزعه قرأ قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. تقدم رجلان إلى شريح في خصومة، فأقر أحدهما بما يدعي الآخر عليه وهو لا يعلم، فقضى عليه شريح. فقال الرجل: أتقضي علي بغير بينة؟ فقال: قد شهد عندي ثقة. قال: ومن هو؟ قال: ابن أخت خالتك، وأخت الخالة هي الأم. يريد القاضي أنك أنت قد شهدت على نفسك. سئل أعرابي: ما رأيك في فلان؟ فقال: لو كان فلان هذا في بني إسرائيل حين أمرهم موسى بذبح بقرة لما ذبحوا غيره.